ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترعرع في عائلة تدين بالتوحيد وتتمتع بسمو الأخلاق وعلو المنزلة، فإيمان جده عبد المطلب نلمسه من كلامه ودعائه عند هجوم أبرهة الحبشي في هدم الكعبة، إذ لم يلتجئ إلى الأصنام بل توكل على الله لحماية الكعبة. بل يمكن أن نقول بأن عبد المطلب كان عارفا بشأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومستقبله المرتبط بالسماء من خلال الأخبار التي أكدت ذلك، وتجلت اهتماماته به في الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو رضيع، وما ذلك إلا لما كان يعلمه من مكانته عند الله المنعم الرزاق. والشاهد الآخر هو تحذيره لأم أيمن من الغفلة عنه عندما كان صغيرا، وكذلك حال عمه أبو طالب الذي استمر في رعاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعمه لأجل تبليغ الرسالة والصدع بها حتى آخر لحظات عمره المبارك، متحملا في ذلك أذى قريش وقطيعتهم وحصارهم له في الشعر. ونلمس هذا فيما روي عن أبي طالب عليه السلام من مواقف ترتبط بحرصه على سلامة حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالروايات دالة على نبذهما للشرك والأوثان، ويكفي دليلا قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات. وفيه إعاز إلى طهارة آبائه وأمهاته من كل دنس وشرك. ذكر في كتاب أسرار التنزيل لفخر الدين الرازي ما نصه، قيل إن آزر لم يكن والد إبراهيم بل كان عمه، واحتجوا عليه بوجوه، منها أن آباء الأنبياء ما كانوا كفارا، ويدل عليه وجوه، منها قوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، سورة الشعراء الآيتان 218 و219. قيل معناه أنه كان ينقل نوره من ساجد إلى ساجد. ثم قال: ومما يدل على أن آباء محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما كانوا مشركين قوله عليه السلام: لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات. وقال تعالى: إنما المشركون نجس، سورة التوبة الآية 28. فوجب أن لا يكون أحد من أجداده مشركا. ومما أخرجه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. وعن البيهقي في دلائل النبوة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيرهما، فأخرجت من بين أبوي فلم يصبني شيء من عهد الجاهلية، وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي، فأنا خيركم نفسا وخيركم أبا. وفيما أورد أبو نعيم في دلائل النبوة من طرق عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفا مهذبا لا تنشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما.